6890 نزيل معني اليوم باجتياز شهادة امتحان البكالوريا، من بينهم 4 أحداث و 176 نزيلة مسجلين في 6 شعب سيجتازون الامتحان عبر 54 مؤسسة إعلامية معتمدة كمراكز امتحان تحت إشراف وزارة التربية الوطنية ممثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث تمت متابعة وتحضير المحبوسين المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية خلال موسم كامل من طرف 1273 أستاذ مؤدب. الأسبوع الماضي قمنا بتنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط وكان عدده 5353 محبوس نزيل، منهم 53 نزيلة. كما تجدر إشارة أن عدد الإجمالي للمحبوسين الذي تم تسجيلهم هذه السنة في التعليم العام بصفة عامة وصل إلى 44854 نزيل مسجل في مختلف أطوار التعليم. أما في مجال التعليم المهني والحرفي فقد وصل عددهم إلى 71093 في التكوين المهني و 22272 محبوس في التكوين الحرفي. إن كل هذا يعكس حرص المديرية العامة لإدارة السجون وعلى رأسها السيد المدير العام على رفع من المستوى الدراسي للنزيل من خلال حصوله على شهادة في التعليم أو التكوين تمكنه من الاندماج في المجتمع ليصبح فرداً إيجابياً يعرف كيف يتعامل مع الصعوبات والمشاكل بطريقة سليمة تبعده عن عالم الانحراف والجريمة.